الشعب المغربي والعاملين بها بكل فئاته. الحكومة والدولة الآن تتبجح أنها حلت المشكل. لو حل المشكل لما توجدنا هنا تحت هذه الشمس الحارقة، ولا ما تركنا تلامذتنا في الغياه بالشوارع. الحل ما زال لم يصل بدايته. الحل هو إنصاف الشحنة التعليمية في جميع النواحي الإدارية والمالية. يقولوا دابا المتصرفين عطاهم الحل، لا حل هناك المتصرفين راهو في دابا دار الوزارة. تيقولوا راه حولنا واحد المجموعة من الإعداد التأهيلي، زادوا الطين بالله. في الوقت اللي كنا واحد الفئة كنشدوا الصف على ترقية لمدة صفين، 1000 واحد دابا غادي تشد الصف وانت 10000 واحد. هذوك المتصرفين اللي عطاهم الإطار راه غيشدوا الصف مع واحد مجموعة أخرى، وبالتالي الدولة هنا ربحت أكثر مما أعطتنا. إذا كانت الفئة كتستافد من الترقية 30%، دابا شوف فئات غادي يستافدوا 30%. هذا هو التحليل السادة الأساتذة والأستاذات، هذا هو التحليل اللي خصنا نديرو. ما تبجحوش 1500 درهم، خطا غادي تحيد من التقاعد، خطا غادي تحيد من الكراس، ورفقوا بديل من الصفر. علينا بالتعبئة، التعبئة بين صفوف الشكل التعليمية أصبح واجب. التعبئة بين صفوف الآباء والأسر أصبح واجب. نحن حماة الوطن، رجال التعليم هم حماة الوطن. كنتكلم على حماة الوطن في الدفاع تمر مقهورين، ولكن حماة الوطن من داخل الوطن هم نساء ورجال التعليم. ما تحكمش فينا الاتفاقات الدولية والصندوق الدولي. عطيونا شحال شديتو في الكتب مدرسة درية دايرة شي ما كاينش. علينا أن نصوت ما بقاش كما فات. الحكومة في ارتباك وإرباك، تشد الحوارات يعني أنها يمكن دير الثالث ودير الرابع ودير الخامس إلى قضاء الحال. إذا كنا صامدين اقتطاعاتهم اللي فيها ما عندناش مشكل. وقبل ما يقتطعوا راسهم الأسرة كاع ما كتكفيهاش. وتحية نضالية باسم التنسيق الوطني لقطاع التعليم في المغرب، ومعكم لجنة الوطن اللجنة الوطنية لقطاع التنسيق الوطني، وتحياتي. ما بقيتيش كتحلم.